هذا السيناريو الجميل. كرة صعبة، أوه الحكم يقول ضربة جزاء، الحكم يقول ضربة جزاء من خطأ بوفون. لا أعتقد بأن بوفون أخطأ، هل سيخرج له البطاقة؟ أي بطاقة يكلف إيطاليا هدفا في بداية هذه المباراة في الدقيقة العشرين. شوف لعادة مرة ثانية والتوغل هنا، الخطأ من المدافع دوتشيليو. واو واو، صعب صعب جدا حتى بالإعادة، صعب أنك تقول بأن بوفون أخطأ ولو أنه لعب الكرة ولم يقلهم يدركون معنى الفوز على إيطاليا في كأس القارات هنا في هذا الملعب. هوندا وبوفون، هوندا قوة يسجل جول. لصالحك بالنظر للسيناريو الشوط لحد الآن التفوق كان واضح نسبيا لليابانيين. حطهالو على الجهة اليسرى في الشباك الصغير كما يسمى. بوفون ارتمى متأخرا على هذه الكرة التي افتتح بها مجال التسجيل. المباراة كرة هيلة 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 هيلة، صعبة الكرة والتغطية من عن طريق أندريا بيرلو. ما زالت الخطورة في الوسط، أوه الهدف جول، أوه جول كاغاوا، يسجل اليابان. يا له من هدف، هدف مباغت غير مسموح لإيطاليا تخطئ بهذا الشكل داخل منطقة العمليات، لأننا لم نتعود على الطليان وهم يخطئون بهذا الشكل. خطأ أول من تمريرة من دوتشيليو كلفت ضربة جزاء، ثم ارتباك بهذا الشكل من كرة، خارجين كلهم وناسين اللاعب كان في وضعية تسلل لكنه لم يلمس الكرة. وكاغاوا أمام لاعبين اثنين ثم بيسراه سدد وسجل هدفا ثانيا لليابان المتفوقة على إيطاليا بهدفين لصفر قبل 12 دقيقة من نهاية الشوط الأول. تفوق مستحق بالنظر للأداء. إيطاليا ليست إيطاليا تماما، لا إيطاليا اللي شفناها أمام المكسيك ولا إيطاليا التي نعرفها. ولكن المباراة لم تنتهي بعد، وإيطاليا لم تخسر ولم تمت، هكذا علمتنا الكرة. طبعا لحد الآن مش عارف إذا ممكن نقول بأن هناك فريق واحد. أوه هدف دانييل دروسي سجل الهدف الأول لإيطاليا. قلت لكم بأن إيطاليا، أنا لم أذهب بعيدا في كلامي وفي تعليقي، لأن إيطاليا تعرفوها بأنها صاحبة النفس الطويل، إيطاليا تعرفوها عندما تأتي من بعيد، وإيطاليا هدف من دانييل دروسي، هدف الخامس عشر دروسي مع منتخب إيطاليا في 69 مباراة. هذا الهدف يكون وزنه من ذهب لأنه جاء في وقت كان لازم. الموقف رجعت لبيرلو، يرجعها بالراس جاكيريني والتغطية. أوه هدف التعادل يسجله المدافع أوشيدا. اليابانيون سجلوا 3 أهداف، الإيطاليون سجلوا هدف ولكن النتيجة متعادلة. يا له من خطأ غير مسموح تماما 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 يا يوشيدا. خطأ فادح يكلف اليابان هدف التعادل في بداية الشوط عند الدقيقة الخامسة. جاكيريني واصل إلى غاية نهاية المطاف واستلم الكرة ومررها على طبق ناحية ماريو بالوتيلي، ولكن المدافع السابق ماريو أيضا متميز ومتماسك وصامد أمام منتخب إيطالي إلى عد الآن. على كل حال مرة أخرى، مرة أخرى ضربة جزاء يقول الحكم، ضرب الجزاء يقول الحكم يا له من سيناريو، ضرب الجزاء يقول الحكم يا له من سيناريو عجيب. بالوتيلي وكاواشيما في تنفيذ رمية الجزاء في الدقيقة السابعة. بالوتيلي ماريو، جول 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 يا ماريو، الهدف الثالث للمنتخب الإيطالي. 3-2 صارت النتيجة الآن، 3-2 صارت النتيجة الآن. الهدف الثاني لبالوتيلي في هذه الكأس. كاواشيما يشجع في رفقائه، ماذا يحدث لكم؟ هيا اخرجوا، ماذا يحدث لكم؟ يقول الحارس. كل شيء حدث في 6 دقائق من زمن الشوط الثاني من هذه المباراة. إيطاليا طبعا الموسم الماضي والموسم هذا انتهى منذ أسابيع. الهدف جول، أوه هدف
كرة ثابتة بهذا الشكل ممكن يتلقاه من ركلية، ولكن من مخالفة هكذا يسبقكم مهاجم قصير القامة ياباني في منطقة الست أمتار يسجل بهذا الشكل. هذا يعني دليل على خلل كبير جدا في دفاع منتخب إيطاليا في الكرة الثابتة. مخالفة منفذة من أروع ما يكون سبق كل المدافعين. اللاعب أوكازاكي معدل النتيجة 3-3. يلد روسيو بابا بابا عجيب الكرة عجيب الكرة وغريبة وعجيب الكرة وغريبة وعجيب الكرة وغريبة بجيوفينكو. يبقى مباراتكم في التاريخ، أتحدث عن الأداء قبل كل شيء. يلا من تمريرة من دروسي، الدخول من ماركيزيو، التمريرة لجيوفينكو بيسرى يضيف الهدف الرابع لصالح المنتخب الإيطالي. اليابانيون أبدعوا كعادتهم والإيطاليون كعادتهم أيضا، لم يموتوا ولن يموتوا